معاناة كبيرة وجد فيها سكان قرية الغريف التابعة لبلدية قرومة بالبويرة أنفسهم محاصرين في حال انعدام الربط بالكهرباء، مما سلب منهم فرحة تشييد سكنتهم الريفية التي استفادوا منها منذ سنوات رغم شكاويهم المتعددة. احنا دشرة الغريفة يعني دشرة يعني كبيرة وفيها سكان كبار، على كل حال طاولنا البناء الريفي، بنينا البناء الريفي، راه كل واحد بني بيت، ويعني اليوم ما عندنا لا صرف صحي وما عندنا شركة الكتريسيتي تريستي ما كانش، حنا راني جايبها ب 500 متر على الكومتور للدار، والبارح تقطع لي في الليل بيت الظلمة، الطريق محفرة ما كانش، رغم اني تبعد 3 كيلومتر على البلدية. عندنا مشكل تاع البناء الريفي هذا، بنينا في 2005 الكهرباء ما كانش، 2005 تنزل كهرباء 2005 الناس عايشين غير هكذا بالضوء، كل واحد من عند ديباني ما عنده واحد وما يعطونا الكهرباء يجيبوا لنا. ورغم تواجد القرية بمحاذاة سد كدية أسردون، غير أن ذلك لم يشفع لها لأن تستفيد من مياهه التي تصل إلى غاية الولايات المجاورة. أما شبكات الطرقات والصرف الصحي فحدث ولا حرج. ما عندناش الماء، الماء نشري فيه 100,000 لسترنا، ويبعث لي رسو يقول لي خلصني يا خويا، يجي لي يجيبوا لي كونترول يشوفوا إذا كاين الماء نخلص، وإلا ما كاش علاه. نو الفو با كوم سا، كيف احنا ارض زراعيه مسقيه تاع التراب اللي تحت في الوادي اللي تحت عطيناها للمصلحه العامه وقلنا لاجيري افونتو سي با غراف، مي اليوم ما تخلينيش العطش انايا. طالبوا هاي الطريق قدامك لا طريق تمشي بها بروميير حتى 3 كيلومتر ولا 5 كيلومتر. ودفع هذا الوضع المزري بسكان القرية إلى توجيه ندائهم للسلطات قصد انتشالهم من الحياة البدائية التي يعيشونها وينتظرون التفاتة تخلصهم من معاناة يتذكرون بدايتها لكنهم لم يجدوا لها نهاية.